بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء أعزائي طلبة طلبات الصف السادس الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جديدة حلقات دروس اللغة الإنجليزية العام الدراسي 2022-2023. والله بقالي كتير زمان ملتقاش بيكم. شرح يونت 1 ويونت 2، النهاردة إن شاء الله هنبدأ بشرح يونت 3 بكلمات. خليكم معايا وتابعوني، إن شاء الله هتستفيد منها جدا. فضلا وليس أمرا رجاء الإشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والنوتيفيكيشن تكون حصلوا مني كل جديد. ما شافش يونت 1 و2 يشترك علشان يوصلوا كل حاجة عندي موجودة عندي. أيوة 1 و2 الجرامر بالتمارين بتاعتهم الواجبات بتاعتهم، هنعمل في كل حاجة إن شاء الله. الإشتراك هنشوف الحاجات كلها، نشترك ندوس الجرس ونسكن الكل لكل جديد. كمان دعموا نشرات وطالع إن شاء الله. أرجو عمل لايك وشير للفيديو، لا تنسوا عمل لايك وشير للفيديو حتى نستفيد أكبر عدد ممكن من الطلبة لذي الشروحات، لا تدعو الله عز وجل أن تكون مفيدة لكم ولهم إن شاء الله. دعوات الطلبة لكم جميعا النجاح والتوفيق. بسم الله نبدأ بيونت 3 ونشوف نتكلم عن يونت 3. عنوانها زي ما احنا شايفين كده Beyond imagination، وراء الخيال. Beyond وراء طبعا imagination الخيال. هنبدأ باللي بالكلام كلمات language notes الصفات اللغوية synonyms الكلمة المرادف بتاعها antonyms كلمة عكسها. ده هنلاقيه جوه اليونت إن شاء الله. خليكم معايا ما تزهقوش لأن اليونت طويلة شوية. أوكي. عندنا أول كلمة عندنا اسمها imagine تساوي fancy، دول طبعا verbs أفعال. من معناهم ايه؟ من فاكر imagine يعني معروفة imagine نفس معناها ونفس معنى fancy. نتحول معانا طبعا نقول لازم نفكر في الحاجة imagine equal fancy من زي بعض نفس المعنى نلاقي ايوه يتخيل، ودول verbs افعال معناهم يتخيل imagine and fancy. لان بس fancy لوحدها noun مبتدأ noun يعني اسمه فعل معنى خيال. طيب imagine و fancy الاثنين دول يتخيل بيهمهم ايه؟ فعل على ing gerund verb plus ing، ما fancy plus gerund يعني verb plus ing. بمعنى المثال بتاعنا fancy meeting you here، تخيل ان انا قابلتك هنا يعني ايه؟ how nice to meet you here، لطيف جدا انا قابلك هنا، حاجة جميلة جدا بسيطة جدا يعني. يعني تخيل تقابلنا هنا fancy meeting you here. اوكي okay. او imagine meeting you here برضه نفس الشيء. imagine بقى قلنا fancy اسم noun verb اسمه فعل. imagine verb بس فعل بس noun منها imagination. imagination imagination بقى imagine معناها ايه؟ noun من يتخيل اسم بالعربي ايوه خيال او الخيال imagination خيال او خيال. الصفة adjective imaginative بقت adjective بقت صفة يعني ايه؟ يعني منها اسم بمعنى ايه؟ خيالي. قلنا imagine imagination imaginative قلنا fancy و fancy. ايه تاني المثال بتاع imaginative؟ I like reading imaginative stories. I like reading imaginative stories بحب قراءة ايه؟ القصص الخيالية فيها خيال فيها imagination مش كده قصة خيالية بحب اقراها. طبعا عندي كمان ايه تاني ايوه imaginary برضه adjective صفة بس الصفة معناها ايه؟ ايوه وهمي خيالي او وهمي ولف وجود يعني خيالي او وهمي يعني فدي خيال قصة خيالية imaginative stories imaginary خيالي وهمي يعني ايه؟ وهمي يعني وصل مثال longitudes خطوط الطول and latitudes خطوط العرض are imaginary lines خطوط وهمية بيشرحوا بيها الناس بس على شهود على الطبيعة imaginary lines خطوط وهمية longitudes خطوط الطول and latitudes خطوط العرض are imaginary lines خطوط وهمية imaginative stories بس في خيال كتير واضح الفرق طبعا بينهم كده ده ملوش وجود imaginary ملوش وجود imaginative stories دي مملوءة بالimagination الخيال فهمنا كده؟ طيب اللي مش فاهم حاجة كتير في التعليق نقول له على طول بإذن الله اشرحها ليه يفهمها واللي فاهمها لكن تفهموا أكتر الحاجة عشان يحفظها ما ينساهاش. بعد كده عندنا ايوه
to have in common يعني في شيء مشترك بينهم have in common يعني what do you and your brother have in common انتم مشتركين في شيء مشترك بينكم صفة مشتركة بينكم تشتركوا فيها يبقى أقول له we both like reading يعني بنحب القراءة احنا الاثنين we both like reading لسه مشتركين فيها طيب avoid طبعا ده معناه يتجنب avoid دي معناه يتجنب فعل معناه يتجنب جنبي جيران داو ناون من جيران يعني ايه؟ فعل على ان جي مصدر على ان جي ناون اسم بافويد فعل على ان جي او اسم نتجنب المثال بتاعها لا يتجنب اهي يو شود افويد درايفنج اهي شود افويد درايفنج دورينج راش اورز شود افويد درايفنج دورينج راش اورز كده في جيران داو درايفنج فعل على ان جي طب اسم should avoid bad friends يعني بالأصدقاء سيئين بشرار now now اسم driving bad friends يعني avoid يتجنب okay okay confuse the verb طبعا فعل فيدي معنى فعل verb confuse معناه ايه الفاكس يقول لنفسه نسمع كده يربك او يحير بسبب يربك او حيرة confuse verb الاسم noun منه ايه confusion 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 okay الاسم دي كان جيم تحت ثلاث نقط confusion noun معنى ارتباك او حيرة okay من adjective confused بصفة توصف شخص جديد توصف شخص معناه ايه ايوه مرتبك او متحير someone who is confused okay في وصفة تانية بـ ing confusing confusing دي توصف شيء مربك أو محير confused فعل مربك أو محير confused متحير أو مرتبك شخص confusion noun اسم ارتباك حيرة confusing مربك أو محير okay كلمة دي technology معروفة طبعا technology technology noun مع technology مع technology 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 okay منها صفة معنى technological 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 adjective معنى technology we live in a technological age technological age يعني عصر التكنولوجي نوصل عصر التكنولوجي تكنولوجيا كتيرة okay now we live in the age of technology ده نوع ما the age of حرف جر حرف جر جنبه يا اسم فعل ان جي We live in the age of technology عشان في عصر التكنولوجيا. طب ما الايه التانية؟ We live in technological age عايشين في عصر التكنولوجيا. طبعا دي في مجان اوتوماتيك باي معلش. We live in a technological age عصر التكنولوجيا صفة توصل age ده نقول ان بعد حرف جر. اوكي؟ بعد كده عندنا technologically بقت adverb صفة الواي بقت adverb توصف فعل. technologically technologically technology technological technologically يعني technology technological technologically بمعنى تكنولوجيا تكنولوجيا okay وصو nowadays من دول هذه الأيام we are technologically advanced تقدمين تكنولوجيا توصف ايه دي؟ توصف advanced قدمين فعل أو nowadays هذه الأيام we are technologically advanced متقدمين تكنولوجيا بوصف فعل أو يبقى نوع تكنولوجي ده نوع we live in the age of technology الأجف منها technological technology we live in a technological age of technology أول technologically but adverb nowadays we are technologically advanced متقدمين تكنولوجيا بوصف فعل أو okay طيب كلمات كده useful useless عكس بعض useful useless عكس بعض اثنين يعني antonyms useful مفيد useless لا فائدة له معناه مفيد عديم الفائدة أو بلا فائدة useful مفيد useless عديم الفائدة أو بلا فائدة أي صفة داخلها if you will
نعيش كتاب بقول لي يساس نعيسا كيرفول كيرلس حريص ومهمل يوسفول يوزلس كي مفيد عديم الفائدة أو بلا فائدة. بعد كده عندنا impact verb معناها effect معناها influence ودول synonyms وضيفات لي impact affect influence. تاني كده impact affect influence أفعال معناهم إيه كلهم؟ يؤثر على مش حرف جر أهو هو كده معناه يؤثر على مش حرف جر بالعربي يؤثر على impact affect influence. أوكي طيب عندنا نون to have الاسم منهم بقى to have an impact on to have an effect on له تأثير على بقت اسم بقت هنا اسم يعني بقتين هنا effect مش effect أنا effect من إيد الفعل من إيد الاسم من verb to have بدل الفعل نفسه لديه تأثير على to have طبعا to have ده عشان ده من الجملة حسب الزمن ما have أو هذا أو هذا حسب الزمن بمعنى أبوس فود affects health well الطعام يؤثر على الصحة جيدا فعلا affects health well طب حمل بيفكت يبقى لي affects حط في الفيل تو هاف وقول كل ايه ايوه فيكس عليس ما بلاش تو ايت وهاز بص بقى او فود هاز effect on اللهم لو راحت فين ما هو الفعل ده بنصرفه بادفرب بصفة أو حال تحول ليه؟ تحول لاسم لفعل أو الحال ده إلى صفة ولا صفة منها إيه جود المفروض هذا جود إفكت أون هيلث وصلت؟ المفروض إفكت هيلث ويل يؤثر على الصحة جيدا توصف تأثير إفكت فعل طب ما في ده بقى إفكت مع اسم بقت ويل بقت إيه؟ بقت جود صفة قدام الاسم المفروض هذا جود إفكت أون هيلث أوكي؟ فعل اسمه verb اسمه discuss عارفين طبعا discuss نناقش discussion ده النوم منه بعد ايه ايوة مناقشة okay. طيب بعد كده عندنا ايه predict بعد ما تنبأ predict فهم جدا predict تنبأ okay. طيب بس منه prediction تنبؤ قبل prediction تاخد make مش do make prediction يقوم بالتنبؤ predict prediction make prediction تاخد make مش do اوكي اوكي عندنا surround word معناه يحيط فعل معناه يحيط طيب surround طيب I fence around the school. I fence سور عالي surrounds يحيط بي the school المدرسة. I fence around the school. Okay. يحيط بي. خش حرف جر. Fence سور طبعا. Okay. Be surrounded by but adjective. صفة. قبلنا verb to be. أمي إذا الموضوع حسب الجملة. حسب الجملة. بعدينها by. وحاط بي. بي ونتصرف ام از الله مضارع was will لو ماضي الى اخره طيب امال surrounded تلاقي دي على الفعل by be اوكي يعني the school is surrounded by hyphens محاطه بسور عالي مش كده is surrounded by hyphens محاطه بسور عالي اوكي experiment noun experiment بمعنى تجربة معملية في المعمل experiment experience برضو noun معناه ايه بصوا خبرة او تجربة في الحياة خبرة في العمل او تجربة في الحياة okay experiment in the laboratory في المعمل experience خبرة او تجربة في الحياة عندنا كلمة اسمها immerse verb noun فعل اسم immerse يعني يغمر أو غمر فعل يغمر اسم غمر يعني حط في الماء يغمرها كده غمر في سائل أو غمر immerse
implement verb implement فعل بمعنى ينفذ يطبق يحقق implement implement ينفذ يطبق يحقق implement ينفذ يطبق يحقق طب لو ننوي implementation حط لها ation a t i o n implementation implementation لو معنى تنفيذ تنفيذ تحقيق معناه ولا غير بصفة على implement implement فعل ينفذ يطبق يحقق نون implementation implementation تطبيق تنفيذ تحقيق implementation اوكي طيب بعد كده عندنا mass produced انتاج كمي يعني منتج بكميات كبيرة منتج بكميات كبيرة mass كم mass produced منتج كمي منتج بكميات كبيرة mass produced mass production بدي اسمه mass production بدي انتاج كميات ضخمة انتاج الوفير mass production okay mass produced mass production implement implementation mass produced mass production okay عندنا الفعل بقى الاساسي اسمه ايه produce اكسو consume produce الانتونيم بتاع كونسيوم معنيهم ايه يا مستر؟ بروديوس ده ينتج الانتونيم بتاعه يستهلك بروديوس ينتج كونسيوم يستهلك اوكي بروديوس كونسيوم ينتج يستهلك عكس بعض طيب انه البروديوسر المنتج الانتونيم بتاعه عكس ايه؟ كونسيومر مستهلك producer consumer يبقى منتج مستهلك منتج مستهلك okay النون ايه تاني production التونين بتاعي consumption منتج استهلاك production consumption ونا produce consume producer consumer production consumption منتج استهلاك ايوه بقى الصفه برودكتيف ادجكتيف معنى انتاجي ايوه في نوع تاني اسمه برودكتيفيتي كلمه مهمه جدا برودكتيفيتي ده الاهميه برودكتيفيتي معناها انتاجيه او انتاجي النوع بتاع الانتاجيه انتاجيه الشيء يعني برودكتيفيتي اوكي نون اسمه بروسيس دي عمليه غير جراحيه اي عمليه مش جراحيه اسمها بروسيس اوكي هذه اوبريشن حاجه ثانيه بروسيس دي عمليه غير جراحيه اي عمليه غير جراحيه تو بروسيس اوكي اوبريشن بقى اهي عمليه جراحيه غير جراحيه غير جراحيه يعني. Do an operation تاخد ده do مش make فعل معناه يجري جراحة ايه ده؟ مش كده؟ من يبقى من جراحة؟ surgeon جراح okay بمعنى have an operation بقى عنده عملية ده operation ده surgeon يعملها جراح اللي يعملها ده عنده عملية ده مين؟ ده البيشنت المريض عنده عملية زي عملية يبقى دو اوبريشن للسيرجن اللي راح يعمل عمليه هاف ان اوبريشن عنده عمليه ده للبيشنت المريض زي عمليه ابروش ده فيرب طبعا يعني فعل مش كده ابروش يعني اقترب ابروش ادو ابروش نون فيرب على فكره اقترب اقتراب ابروش عندنا بقى سبكتاكلر ادجكتيف سبكتاكلر spectacular adjective صفة بمعنى مذهل رائع خلاب جميل spectacular scenes مناظر مذهلة مناظر رائعة spectacular يعني زي spectacular scenes مناظر رائعة مذهلة adverb ايه ظل الواي تبقى
spectacularly, spectacularly, spectacularly. هذا بمعنى بصورة مذهلة، يوصف فعل بصورة مذهلة. Okay. عندنا convenient و inconvenient، عكس ما دول antonyms. convenient مريح أو ملائم، inconvenient غير مريح أو غير ملائم. اثنين adjectives صفات، مناسب أو ملائم أو مريح، عكسهم غير. دول الثلاثة دول معنى convenient، العكس بتاعهم إن، يبقى غير مناسب غير ملائم غير مريح. النون منهم convenience عكسها inconvenience. طبعا دي برضه convenience سهولة راحة ملائمة، العكس ده صعوبة عدم راحة عدم ملائمة. اوكي convenience inconvenience convenient inconvenient convenience inconvenience. وبعد كده need led led، ده verb طبعا need صوت led led، ده معناه يقود. طب مال ايه بعد كده lead to؟ غير موضوع اهو برضه لسه فعل، لا يؤدي الى. اوكي هارد ستادي ليز تو سكسس، وده بجد تؤدي الى النجاح. هارد ستادي ليز تو سكسس، ده بجد تؤدي الى النجاح. ليدر ناون بمعنى فاهمين قائد، مظبوط ليدر قائد. ليدرشيب ناون تاني معنى القيادة، الشخص ليدر دي الشخص، ليدرشيب القيادة، ليدرشيب ليدرشيب القيادة. leading bad adjective leading صفة adjective leading leading يعني قيادي أو رائد أو مهم. leading قيادي رائد مهم adjective. يعني Egypt has a leading role in Africa، مصر لها دور رائد أو قيادي هنا في أفريقيا، دور قيادي في أفريقيا، تقود leading role دور قيادي. عندنا device noun device device دي أيوة جهاز device. عندنا في البيت في devices كتيرة، أجهزة كتيرة device. involve the verb involve involve يشمل يتضمن يتورط، ناس معنى هو يشمل يتضمن يتورط involve. النون involvement involvement بقت نون involvement معنى تورط كده أو شمول involvement. بعد كده عندنا audience audience دي بقولين طعمو audience 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 دي جمهور audience audience. spectators دول بقى مشجعين، audience دي جمهور، spectators مشجعين، audience في المسرح في السينما، spectators في المباراة في الماتش يعني في الرياضة. spectators spectators spectators. visual adjective أو صفة visual 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 بمعنى مرئي visual مرئي. okay a fortune fortune ده noun countable، دي معنى count ني اسم بتعد، noun countable في ظلمة في ايه ده بتعد يعد، في من مفرد في من مجمع. fortune a fortune a fortune. okay معنى ثروة، a fortune معنى ثروة. طيب ودي اسم ايه بتعد في فورشن فورشنز ثروة وثروات بالعربي حتى، في منها مفرد في منها جمع، يبقى ده ناون كاونتبل فورشن. طب فورشن تعمل ايه بقى؟ بقت ناون وان كاونتبل لا يعد اهو، معنى ايه؟ مان لك فورشن لك ايكوال لك سينونيمز مرادفين اهم، فورشن لك ده ناون وان كاونتبل لا يعد حظ طبعا، لو حظ هنعده ازاي؟ ثروة بتتعد ده متعدش، يعني ايه ما بتعدش؟ يعني ده ينطبق كل ضمير تنطبق عليه، فورشن لك معناه ميت. اوكي ميت توازي يعني ديت بس، ميت بينطبق عليها ايه؟ تطبق عليها فورشن از فورشن ووز فورشن هاز فورشن بيكمز بس فعل يس لايز زيها بالظبط. لين انا انكاونت لا تعد.
fortunate بعد adjective بعد صفة fortunate fortunate معنى lucky lucky يعني محظوظ يبقى في fortune a fortune fortune و luck fortunate و lucky fortunate و unfortunate على عكسها unfortunate و unlucky عكس lucky و عكس fortunate fortunate unfortunate lucky unlucky برضه صفات دول غير محظوظ أو سيء الحظ. اوكي اوكي بعد adverb هنا fortunately بعد adverb luckily بعد adverb برضه لحسن الحظ fortunately luckily لحسن الحظ unfortunately luckily لسوء الحظ. اوكي اوكي قلنا بي سكيل كلمة جديدة هي on a big scale. On a big scale دي يعني على نطاق واسع. On a big scale. On a big scale. On a big scale. Invent. عارفين هنا طبعا invent. فالمعنى اخترع. شيء مش موجود اخترع هو أول واحد يعمله. Graham Bell invented the telephone. طلع التليفون. مش تليفون قبل كده هو اللي عمله. Invent. Invention بقت noun بقت اختراع invention ناس في inventor ناس معلش inventor بقت noun بقت مخترع الشخص نفسه someone who invents الشخص بيخترع inventor Graham Bell is a great inventor اختراع عظيم يبقى منها كمان make an invention invention ده اختراع تاخد make مش do make an invention يقوم بالاختراع مش كده يقوم باختراع اوكي يبقى discover فعل معنى يكتشف اكتشف بس شيء موجود كولومبوس discover ده امريكا هي موجوده ورحاله ومسافر اكتشفها لو تعرف ده فين امريكا هي موجوده طلعها discover discover ده الشخص مكتشف الاسم discovery برضه تاخد منها discovery يكون باكتشاف اوكي اوكي explore ده فعل تاني معناه يستكشف ما حوله يعني افك التلفزيون استكشف اللي فيه اشوف اللي جواه اطلع الفضاء استكشف الشمس والقمر والنجوم الحاجات دي استكشف الحاجة الموجودة حواليا استكشفها احاول اشوف فيها ايه explore explore اوكي الاسم الشخص نفسه explore explore ماركو بولو راح الصين يستكشف فيها ايه الصين دي هو explore explore China explorer مستكشف الاسم هنا exploration 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 استكشاف exploration لو من استكشاف بيس قاعدة أو أساس بيس بيس اير بيس قاعدة جوية طبعا اير بيس بيزك بتأجف أساسي practical صفر adjective عملي practical practical هذا practical غير عملي practically adverb عمليا practically create فعل معنى create create يخلق أو يبدع منها creator خالق الخالق والمبدع كرييتيف كرييتيف دي اجكتيف معنى خلاق او مبدع كرييتيف خلاق او مبدع كرييتيف كرييشن بات ناون كرييشن كرييتور كرييتيف كرييشن ها خلق او ابداع كرييشن يبقى كرييت كرييتور كرييتيف كرييشن illustrate illustrate verb فعل illustrate يبين أو يوضح illustrate something illustrate نوع منها illustration illustration توضيح illustration illustrate illustration كلمة وضيح تفضيح وسهلة جدا بالنسبة لك illustrate illustration okay
هيد او هايد هيد هيدن هايد تصفيته هيد هيدن هايد هيد هيدن ده مشاز بس هايد هيد هيدن هنا خبى او يخفي هايد اوكي رول لفة رول رول دي لفة دي potential noun potential potential دي معنى القدرة الطاقة اللي عندك تقدر تعمل حاجة potential potential فدي جميل جدا عندنا اسمه compete compete يتنافس ويتسابق compete compete الشخص نفسه competitor 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 ده competitor ده معناه متسابق أو متنافس يبقى compete competitor بالترتيب كده احتفظ ده احتفظ البيع كله زي الفل compete نحفظه بالتساوي الفعل competitor متسابق competitor اوكي بعد كده في سبب منها اسمها competitive competitive شوية compete competitor competitive بس ده الحظ يعني اوكي ما تكسرش compete competitor competitive يعني competitive تنافسي بس البراي السادة تنافسي ازاي competition but noun يعني زي ما هو منافسة يبقى compete competitor competitive competition compete competitor competitive competition خدوا مع بعض كده هتلاقي سهلين جدا اوكي advertise ده verb معناه يعلن يعمل دعاية سلعة advertise انتوا advert بس برضه دي او من غير اي سي advert advertise يعلن advertisement noun معنى اعلان بعت اسم statement بقى اسم statement بقى فعل advertise advertisement سهلين اهو advertise advertisement انت عاي برضه advertiser الشخص advertiser ده المعلن الشخص اللي بيعلن نفسه advertiser advertise advertiser advertisement advertise advertisement advertiser عادي مع بعض كده نحفظهم بعض advertise ده بقت adjective المعلن عنه advertise المعلن عنه جاءت اسمه announce او declare برضه يعلن announce declare announce declare يعلن بس ايه يذيع خبر رسمي يعلن بس مثلا اذاعه يذيع خبر رسمي announce declare منها the prime minister announced the economic reforms the prime minister announced the economic reforms رئيس الوزراء prime minister announced اذاع خبر economic reforms الاصلاحات الاقتصادية نصدي اذاع واعلن عن الاصلاحات الاقتصادية economic reforms اصلاحات economic اقتصادية prime minister رئيس الوزراء ومنصر الوحده وزير prime minister رئيس الوزراء announced the economic reforms اصلاحات اقتصادية the next for the next decade عشان العقد الثاني او العقد القادم العقد 10 سنين عشان 10 سنين جاية اوكي الاقتصادية في 10 سنين القادمة for the next decade the minister announced the economic reforms for the next decade العقد القادم عقد 10 سنين هنا عندنا announcer معنى مذيع announcer مذيع announcement declaration ده noun منه announcement declaration announcement declaration إعلان أو إذاعة packaging دي التعبئة أو الترديف packaging تعبئة أو ترديف طيب innovate ده فعل innovate ده فعل معنى يبتهر أو يبدع innovate يبتهر أو يبدع innovate نوع منه innovation ده ابتكار أو إبداع ابتكار إبداع innovation innovator ده مبدع أو مبتكر innovator الشخص نفسه بقى innovator مبتهر أو مبدع
نوفيتو. كواليتي ده اسم معنى جودة أو نوعية، نعم معنى كواليتي. كواليتي كواليتي برضو معناها صفة لشخص، he has good quality، يعني صفات كويسة، أو bad quality صفات سيئة، دي المعنيين دول كواليتي نفس الكلمة مش كده؟ سلع وعيون الزيادة ونوعيتها، شخص يبقى الصفة بتاعته. في نوع اسمه دايركتور، دايركتور ده مدير أو مخرج، مخرج سينمائي أو مذاع أو مسرحي، أو مدير شركة أو مدرسة، دايركتور نفس الكلمة دايركتور. provide with supply with، مع حرجر with، provide with supply with يعني يمد به أو يوفر فرص عمل مثلا، يعني the government provides the youth with job opportunities، الحكومة توفر للشباب فرص عمل. was government provides the youth with job opportunities، توفر للشباب فرص عمل. okay. supply واحدة دي جايز معنى وصلة أو إمداد، زي ما بقول water supply وصلة المية، electricity supply وصلة الكهرباء. okay. كده كاسم provide، لا provide لازم فعل. okay. objectives دي الأهداف بتاعت الدرس. objectives object اسم معنى هدف أو موضوع، object أو شيء معنى شيء برضه object. object to نفعل معنى يعترض على، جنبه جرن فعل عن جي، object to لو فعل معنى يعترض على، جنبه جرن مصدر عن جي بمعنى object to going، object to taking إلى آخره. نوع من objection بعد اعتراض، objection owner في المحكمة، objection. on display برضو صفة، on display يعني معروض أو معروضة، on display الحاجة معروضة، something on display حاجة معروضة، on display نوع من on طبعا، on display. paintings نوع من ايه، لوحات او رسومات، paintings okay paintings. paint ده فعل معناه ايه، يرسم يلون، يدهن يرسم يدهن لون، paint. paint برضو اسم معناه لون او دهان او رسم، paint. painter ده الشخص بقى، painter بقى رسام او نقاش، painter. apply for معنى نقدم او طلب لي، قدم طلب لي جنبها ايه، apply for نوع نوع جرن اسمه في الانجي، apply for a job، apply for getting the job مش نفس الوظيفة. okay. apply for a job، apply for getting a job يعني اسم جرن. okay. في كمان ايه، في apply ايه، ايوه apply to بس جنبها ايه، مصدر، تقدم طلب لكي، apply to مصدر يعني ايه، apply to get the job قدم ليحصل على الوظيفة، apply for getting apply to get مصدره، واضحة. apply in يعني يطلب طلب لغة معينة، the language. so apply in English، apply in English قدم باللغة الإنجليزية، يكتب باللغة الإنجليزية، apply in English. يبقى في apply for اسم ing، apply for job، apply for getting a job، apply to مصدر، apply to get a job، apply in a language، apply in English. سهلة مش كده؟ أيوة. applicant أو candidate الشخص بعده، applicant أو candidate ده تقدم بالطلب أو تقدم بالإيه، بالوظيفة، تقدم بالطلب الوظيفة. applicant candidate، applicant candidate. application بقت noun، application، application noun معنى طلب،
application. Apply تاني فيها معنى آخر، يعني يطبق أو يستخدم. Apply وابليكيشن بقى تطبيق أو استخدام للمعنيين، طلب تطبيق أو استخدام حسب الجملة بقى اللي هي فيها. Application. Apply a theory يطبق نظرية، مش هنا مش تستخدم مطلب نظري، لا يطبق نظرية. Apply a theory أو theory بنطبق. Science fiction معروفة جدا. Science fiction، science fiction ده خيال علمي. Science fiction films أفلام خيال علمي. Science fiction. Space exploration، space exploration ده استكشاف الفضاء، استكشاف الفضاء. Constant، constant ده adjective صفة معنى مستمر أو دائم. Constant، constant. An astronaut، an astronaut ده رائد فضاء. Someone who flies a spaceship before رائد فضاء، مش كده؟ astronaut. An astronomer، an astronomer ده عالم فلك، بس نجوم مش كواكب. An astronomer، مش كده؟ an astronomer. عندنا an astrologer، astrologer ده منجم. Archaeology، archaeology، archaeology دي بمعنى ايه؟ علم الآثار. archaeology منها archaeologist، archaeologist ده علم الآثار. وفي archaeology علم الآثار، archaeologist علم الآثار. نحن astronaut رائد فضاء، astronomer علم فلك، astrologer منجم، archaeologist علم الآثار. كده عندنا archaeological adjective، archaeological، archaeology، archaeologist، archaeological. archaeological دي أثري، صفة من أثري. spacecraft equals spaceship، the same meaning، synonyms هو spacecraft و spaceship، سفينة فضاء، واضح خلاص. يعني زي كرافت و airplane طيارة برضو، spacecraft، spaceship، سفينة فضاء. universe اسم معنى الكون أو العالم. universe، universe كون أو العالم. solar system، solar system، solar system دي المجموعة الشمسية. solar system. surface نوع معنى سطح. surface، surface the surface of the moon سطح القمر. surface. find out about اكتشف أو يعرف معلومات عن. find out about أفضل قررهم. find out about يعرف أو يكتشف معلومات عن. instantly نحن instant سمت أو دائم مستمر. instantly باستمرار أو دائما أو شيء تواصل هذا الأدفل باستمرار دائما شيء تواصل. instancy that noun، instancy، instancy ثبات، ثبات الشيء. instancy. search for equal look for يبحث عن، معروفة طبعا. search for look for. support verb noun فعل واسم. support الأمر دي يدعم أو يساند أو يؤيد، معناه إيه؟ دعم أو يساند أو تأييد، ده اسم فعل يدعم يساند يؤيد، اسم دعم يساند تأييد. support ده نفس الكلمة أو دعم يساند تأييد. exist the verb فعل معنى يوجد أو تواجد. exist، exist. existence نون منها الوجود. existence coexist يتعايش سلميا. coexistence تعايش سلمي. okay طيب coexistence، coexistence يتعايش، للتعايش، للتعايش، للتعايش. طيب peaceful coexistence تعايش سلمي. peaceful coexistence. get to فعل معنى يصل إلى، جمع مفعول المهل بيصل لي، مش كده؟ بتو، get to، get to the office يصل المهل إلى آخر وله، get to the office لازم مفعول لازم. عند reach برضو فعل معنى إيه؟ يصل إلى، مش حرف جر هو معنى كده يصل إلى.
لا حفر، لكن جابوا برضه مفعول. هو في هنا في مفعول يعني ريتش ذا اوفيس على طول اهو، ريتش هوم يصل للمنزل، ريتش كير يصل للقاهرة إلى آخره. رايت ده ما يصل بس، رايت بس ده ما فيش جنب مفعول. نقول هو جاست ارايف من لسه واصل، مفيش مفعول اهو خالص جنبه على يمينه. امتى مفعول تبقى ارايف ان؟ يصل الى، يصل الى ايه؟ دولة او مدينة تبقى ان، ارايف ان، ارايف ان ايجيبت، ارايف ان كايرو. في كمان ارايف ات، بس يصل الى ايه؟ مكان محدد. يعني ايه يا مستر؟ ارايف ات كايرو ايربورت، حد هنا ان كايرو، انا كايرو مطار القاهرة، حدد اهو ات كايرو ايربورت. ارايف ايه؟ ات هوم، ات ذا اوفيس الى اخره. يبقى جيت تو يصل الى ريتش، من الحرف يصل الى ارايف، يصل بس ارايف ان، يصل الى ارايف ات، يصل الى امتى؟ ان امتى؟ ات ان مكان او دوله، مدينه او دوله، ات مكان محدد. وعندنا امثله موجوده قدامنا على طول. عند بعد كده في essential equal vital equal necessary، سينونيمز او مرادفات. essential vital necessary، essential vital necessary معناهم ايه؟ أساسي جوهري أو ضروري. ثلاثة مع أساسي جوهري ضروري، أساسي جوهري ضروري، مش كده؟ طيب recent adjective صفة معناها حديث، recent، recent adverb حديثا، recent research بحث حديث، recent events أحداث حديثة، recent حديثا which the moon وصل للقمر. permanent عكسها الانتونيم بتاعها temporary، permanent دائم، temporary مؤقت، permanent temporary من جدا طبعا. advert ايوه don't take temporary jobs during the summer or day but permanent ones after graduation. يعني الطلبة بتاخد تشتغل temporary jobs، وظائف مؤقتة، during the summer holiday الأيام الصيفية، ولكن permanent ones وظائف دائمة after graduation بعد التخرج. temporary jobs وظائف مؤقتة، permanent ones وظائف دائمة. okay دي temporary في السمر، permanent ones دي بعد التخرج. الأدرس منه on average يعني في المتوسط، on average. conquer so invades يغزو أو يقهر. conquer conquest noun، conquest invasion، conquest invasion يعني غزو. conquer invader الشخص الغازي، conquer invasion invader اسم، conquer invade ده الفعل، conquest invasion noun، conquer invader ده نون أو شخص يعني. أي كونكر برضه معناه يقهر، يغزو معناه يقهر. كونكر أفير يغزو إيه؟ يقهر إيه؟ يقهر خوف. كونكر فوبيا، فوبيا يقهر مرض نفسي. كونكر صامت يقهر خيمة وتسلق، مش كده؟ كونكر يقهر، يقهر الخوف أهو. سرفايف فعل مهم جدا، سرفايف معناه ينجو من الموت، في حسب عليك الحياة إلى آخره، نجا من الموت في الآخر، ينجو سرفايف، سرفايف، سرفايفر ده الشخص نفسه الناجي من الموت، سرفايفر، سرفايفر، سرفايفر. إكسباند كونتراكت، أنتونيمز عكس بعضهم أفعال، إكسباند يتمدد، كونتراكت ينكمش، يتمدد، ينكمش. metals expand by heat، معادن تتمدد بالحرارة، and contract by cool تنكمش بالبرودة، expand contract. expansion contraction the nouns أسماء، expansion تمدد، contraction انكماش، expansion تمدد، contraction انكماش. result 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 نتيجة، نتيجة result. result in
ينتج عنه أو عنها. Hard start results in success. ده بجد مش كده؟ ينتج عنها النجاح. Okay. Result from ينتج عن مش عنه، ينتج عن يعني ايه عكس بقى؟ بس success ده results from hard study، النجاح ينتج عن ايه؟ مذاكرة بجد. واضح من المثال طبعا. Result from. Okay. تايدي فعل وصفة، تايدي يرتب وصفة مرتب، فعل يرتب ومنظم مش كده؟ صفة منظمة ومرتب نفس الكلمة. fix equal repair يصلح، fix repair بدل ما يصلح. at a fixed price بسعر محدد ثابت. fixed at a fixed at كمان حرف غيرات a fixed price بسعر محدد ثابت أو محدد. operate on operate on فعل معناه يجري جراحة إلى operate on surgeons operate on sick people جراحين من الجراحين للمرضى. do an operation تاخد do أو perform أو operate يبقى إيه معناه مين يجري جراحة إلى كل دول do an operation perform an operation أو operate برضه حرف إيه on أي هذا an operation عنده عملية. ده مين ده اللي عنده عملية؟ patient مريض أو عنده عملية هذا المريض مش كده؟ do an operation ده السيرجن اللي راح دول اللي راح ده عنده عملية المريض. operate تاني فعل نفس الفعل معناه إيه؟ يشغل يشغل جهاز معين operate يشغل جهاز معين يعني I don't know how to operate this washing machine مش عارف ازاي اشغل الغسالة دي I don't know how to operate كيف اشغل this washing machine هذه الغسالة هذا معنى الجملة طبعا. operation تشغيل خلاص بقت noun accurate inaccurate عكس بعض antonyms صفات accurate دقيق inaccurate غير دقيق. الأدفرب accurately 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 بدقة. accuracy the noun accuracy accuracy the noun معنى الدقة نفسها. accurate accurately accuracy واخرت عيسى إن accurate نحفظهم كده بالترتيب ده فمسألة جدا بالنسبة لي. surgery surgery دي معناها جراحة أو عيادة للمعنيين جراحة أو عيادة surgery surgery سيرجن ده الجراح الشخص نفسه بيعمل عمليات. سيرجيكال بتصير معنى ايه؟ جراحي. سيرجيكال 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 تولز ادوات جراحيه نفس الادوات اهو صغيرين الادوات سيرجيكال تولز. هاندل هاندل يتناول للنقاش هاندل هاندل ماتر هاندل سبجكت هاندل. distant عكسها near أو close to. طب distant يعني بعيد near close to أنا قريب من لأنه مفيش حرف غير دي ده حرف غير to. distant عكسها near أو close to بعيد أو قريب من. distant equal بقى بتساوي remote ده الاستنين بتاع مرادفها distant remote يعني بعيد وقريب. اسف بعيد انا بعيد اسف ديستنت ريموت بعيد ريموت كنترول تحكم عن بعد ديستنت ريموت. ديستنس بقت ناون بقت مسافة ديستنس ديستنس. كاري اوت بقى منفذ كاري اوت منفذ. اوبورتونيتي سو تشانس سينونيمز او مؤلفين اوبورتونيتي وتشانس معناهم فرصة. opportunity chance opportunity chance. do a task do a task دي يعني يقوم بمهمة أو يؤدي مهمة لا do مش make. involve involve ده فعل معنى إيه يتضمن الإطارات قلنا قبل كده involve. fit fit لائق بدنيا fit لائق ده fit يلعب unfit مش لائق يبقى ما يلعبش.
فتنس اللياقة البدنية، فتنس noun، فتنس keep fit يحافظ على لياقته، keep fit يحافظ على لياقته، keep fit. apps دي تطبيقات على الكمبيوتر، apps معروفة، apps. artificial intelligence ده ذكاء صناعي. تعريفه انت، تعريفه artificial intelligence ده، artificial intelligence عفوا artificial intelligence الذكاء الاصطناعي ده is the development تطوير of machines الالات to perform tasks تؤدي مهام which normally ده في الطبيعي يكون تتطلب human intelligence ذكاء انسان. اوكي يبقى تطوير الات تؤدي مهام في العادة وفي الطبيعي تتطلب ذكاء الإنسان يخلي الآلة تعملها بدل، ده اسمه artificial intelligence ذكاء صناعي. drugs ده معنيا عقاقير يعني أدوية أو مخدرات، عقاقير أو أدوية أو مخدرات ده معنيا drugs. drugs treat فعل معنى وعلي أو تعامل أو يعامل، تريد تعالج هذا المعنى بقى، تريد البيشنت يعني مريض، لسه ما انت عامل مع شخص او من شخص، تريد تريتمنت معالجة او علاج او معاملة، لات ناون تريتمنت. كيور فعل معنى يعالج برضو، اكيور فور اسم بقى بتاخد حرف غير فور، اكيور فور فعل مش حرف غير او يعالج بس، اكيور فور دي بقت اسم العلاج لي، اكيور فور. ديكيد عقد سوى 10 سنين، عقد اسمه عقد مش عقد طبعا، عقد سوى تيكول 10 years. سنشن ده depend on equal rely on، depend on rely on يعني تعتمد على، depend on rely on نعتمد على ما rely on. keep in touch with يبقى اتصال بي، keep in touch with يبقى اتصال بي، لما في be in touch with يكون اتصال بي، كمان في على في on a bigger scale، on a bigger scale دي على نطاق أوسع هو أكبر. warn warn فعلا يحذر، warn warning system، warning system ده نظام الإنذار، warning system warning system. escape run away يهرب، escape run away يهرب، escape run away. safe صفة معنى آمن، الاسم منها safety الأمان. on one hand من ناحية، on the other hand من ناحية أخرى، تعدين. hackers hackers قراصنة بسبب البيانات على النت، hackers معروفة طبعا نعرفينها. serious harm serious harm serious harm ده أذى خطير أو ضرر خطير، serious معنى خطير. a serious person بده شخص جاد، شخص يبقى جاد ضرر مرض يبقى خطير، مشكلة تبقى خطيرة. serious في نفسها serious. harmful harmless أحسب بعضهم، harmful ضار، harmless بلا ضرر أو غير ضرر، harmful harmless harmful harmless. okay دو harm تاخد دو، دو harm ده مظهر من سبب ضرر، دو أو كوز. okay ضرر أو سبب ضرر. individual اسم وصفة، individual individual اسم معنى فرد، اسم معنى فردي، individual فرد وفردي، اسم وصفة noun adjective. individual individually adverb يعني فرديا، يمشي لوحده فردي فرديا individually. organize في المعنى أيوة منظم، organized صفة منظم، organized منظم، organized بس شخص منظم في حياته. organization دي نسمه نوع معنى
منظمة أو هيئة organization organization a case قضية أو شنطة سفر case on the whole on the whole on the whole دي على العموم on the whole addict addict ده في المعنى يدمن addict في المعنى يدمن addiction نوع معنى الإدمان okay okay this ends our lesson today if you listen to me thank you very much تم إن شاء الله فيديو جاي نكمل يونت 2 مع بعض يونت 3 قصدي مع بعض أنا متحمس الكلام ده كله إن شاء الله أشوفكم على خير بإذن الله قريب العاجل ما تنساش طبعا تشترك في القناة لو ما اشتركتش اشترك عشان يشوف الفيديوهات اللي فاتت يونت 1 و 2 والجرام والتمام كله مش كده فاشترك نسألك الكل فعل زر الجرس يدعمني في نشرة الفضاء إن شاء الله نعمل كل لايك وشير للفيديو وصل الأعداد عشان الكل يستفيد دعوات فضلكم اللي ياخد التوفيق طبعا إن شاء الله وشو اللي بس في لايك في الميت أجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.